مجموعة من الأسئلة اللي كنطرحوا مجموعة من بعد اقترحت اليوم باش ندير هذا الفيديو هذا اللي كيتعلق حول العلاقة اللي صبحت اليوم ما بين الآباء وبعض المؤسسات الخصوصية. و اضطريت باش نتكلم اليوم ونعطي وجهة نظري ويبدا الرأي راه حر، الإنسان راه تيعبر عن الرأي ديالو، والاختلاف راه رحمة. الإنسان ملي تيختلف مع الإنسان راه هذيك راه هذاك الاختلاف راه رحمة. في ظل هذه الجائحة اليوم اللي تعقل المغرب وتعقل العالم كامل، جائحة كورونا، تنبغي نقول راه هذا هو الوقت اللي خاص الإنسان يدير يدو في يد الآخر. ورهنا الجبل لا يحتاج إلى جبل، ولكن الإنسان يحتاج إلى الإنسان. إذن هو مشكل مطروح، باش كل واحد يشوف هذا المشكل من الزاوية اللي تتعلق به راه ما غاديش يتحل المشكل. إذن المنظومة التربوية أو العلاقة داخل كل مؤسسة خصوصية للآباء هي علاقة أولا تربوية، علاقة إنسانية، علاقة اجتماعية قبل ما تكون علاقة فيها علاقة مادية. إذن هاد الأطراف هذا دابا مشكل مطروح، فرضته 3 شهور على قبل 3 شهور وهاد الأزمة اللي وقعت، وهنا هنا كتبان الوطنية ديال الإنسان سواء كان صاحب مؤسسة أو أب أو. إذن هذا مشكل مطروح كسائر المشاكل اللي كتوقع داخل البيوت، راه المشكل ملي تيوقع داخل البيت راه ما تيحلوه غير أهل البيت. إذا كانوا كيجتمعوا تيتحاوروا راه كاين اللي كيشوف واحد المشكل من واحد الزاوية تيقولك ما عندوش حل، ولكن إذا شافوه معاك ناس أخرين راه تيولي عنده بدل حل تيولي عنده 4-5. وإذا اجتمع الإنسان مع الإنسان راه تيحل المشكل، راه اجتماع السواعي، اجتماع السواعد يبني الوطن، واجتماع القلوب يخفف المحن. راه الا ما اجتمعناش اليوم وفي هذا الظرف بالذات، الا ما اجتمعناش وما حليناش المشاكل ديالنا راه ما غاديش تحلوا المشاكل، والاطراف المعنيه بالامر هي اللي خصها تحل المشكل. الاباء الله يكون في العون، هذه ظرفيه ومحنه وقوه قاهره عالميه اللي ضربت اقتصادات عالميه، فما بالك رب أسرة اللي هو العلم الله بالظروف ديالو كي دايره، ونجيو حنايا نأزموه كيف ما هو مأزم. لا، انا واخا صاحب مؤسسة دابا تنهضر بمنطق، هاد الاب ملي تيجي عندك وتيقول لك راني خاصك تتحاور معايا، خاصك تفتح معايا الحوار، خاصك تحل المؤسسة ديالك تناقشني، ما تكونش قرارات غير تجي وتنزل عليا هكا. ملي تحيد الجائحة ومسموح لنا باش نتلاقاو، أو صاحب المؤسسة كيتواجد في نفس المدينة ولا هذا، راه خصو يحل المؤسسة ديالو ويعيط يستدعي الناس ويتحاور مع الناس ويوجد واحد الحلول. الله يكون في العون، حقيقة المؤسسة راه عليها إكراهات، كاينة إكراهات، الله يكون في العون، راه مجموعة من الإكراهات راه كاينة، ولكن حتى الأب من الجانب الآخر حتى هو تفرض عليه واحد الظرفية اللي مكانش ضارب لي حسابها، مكانش عارفها، بين عشية وضحاها كلشي انقلب، كلشي الاب كان في اتجاه ولا في اتجاه، المؤسسه كانت في اتجاه، العالم كامل كان في اتجاه وصبح في اتجاه اخر، وما نرحموش بعضياتنا. علاش ما نرحموش بعضياتنا؟ لان التعاون هو قانون الطبيعه، والانسان خصو يبقى في انسانيته. الا ما اتحدناش وما درناش يد في يد وما خديناش بعضياتنا في هاد الجائحه هادي، امتى غنكونوا انسانيين؟ راه كلشي فايت، كلشي غيدخل في التاريخ. دازوا ازمات والحمد لله كلشي صبح في خبر كان، وكلشي صبح في التاريخ، وكلشي كل واحد بمجهوداته البسيطه راه وسيتو في الضرب. الانسان خصو يساهم باش ملقى، ولو غير بكلمه طيبه في حق واحد الانسان ويقول لي غير بالصبر ودابا هاد الامور كلها دوز ودابا هذا، والانسان يكون يدخل الناس خصها تدخل بخيط ابيض. ما تبقاش كنشوف بعض التعاليق وتنشوف بعض الاخوان الله يسامح ليهم خصهم يديروا هادشي ماشي مع هذا نو،
تقول بخيط بياض، صلح الناس، قول رأيك، رأيك يحترم. وراه ما حق، انا تأسفت مني شفت بعض المؤسسات، بلا ما نذكر الاسماء، شفت بعض المؤسسات اللي سيفطت الاباء عن طريق عون قضائي انه يخلص ولا غادي نسيفطو للقضاء. اذا فين هي العلاقه التربويه؟ هذه العلاقه التربويه دابا تفقدات. الامس كان عندك الاب ولي امر تلميذ، غدا يصبح عندك خصم داخل المحكمه محشوم. باي نفسيه غير يرجع هذا الاب، غير يرجع الابن ديالو لهذه المؤسسه؟ وباي نفسيه غير يدخل بها هذا التلميذ اللي غير عارف بواه بان مشى للمحكمه لان ما بغاش يخلص؟ لا لا، والمشكل هو اللي كنشوف انا دابا، اللي كنشوف من الوجهه ديالي، صراع قائم بين المؤسسه واب، وتنسى التلميذ، تغيب التلميذ تغيب تنسى، ما شفنا نفسيه هاد التلميذ، ما شفنا كيفاش مسكين دابا تيفكر، ما شفناه كيفاش كيشوف بواه انه غيدخل في صراع مع المؤسسه. هاد النفسيه ما راعيناش ليها، الاطراف كلها ما انتهباتش ليها. علاش هذاك؟ حيت التلميذ ما قادرش يعبر. هو سيدي هاد التلميذ ما قادرش يعبر، حنا غنعبر بلاصتو. تنقول لكم رحموا هاد التلميذ، سواء كنتي صاحب مؤسسه او كنتي كأب، ارحم هاد التلميذ، وما تشوكيش وما تأزموش نفسيا، وما تخليش غادي يرجع للمدرسه وهو كيشوف في التلاميذ الاخرين غتمرضوا. لا، حشومه. اذا الله يجزيكم بخير، راه نحن جميعا نتواجد في السفينه نفسها، نفسها او نفسها. دونك الله يجزيكم بخير، نحاول. المشكل ها هو مطروح، الاطراف كلها تجتمع، لا ضرر ولا ضرار. راه الاباء غادي غيعرفوا اشنو كاين، صاحب المؤسسه كذلك، من جوج الاطر التربويه حتى هما راه عارفين هذه الجائحه. اللي من هذا المنبر انا كنشكرهم عن المجهودات الجباره اللي قاموا بها من شهر 3، نصف شهر 3 حتى لدابا، على هذه المجهودات. والتعلم عن بعد هو راه اصعب من التعلم الحضوري. راه باش كيوجد وباش كيتحاور مع كل تلميذ تلميذ، وتحاور مع كل اب راه ماشي سهل. اللي تنوجه لهم التحيه وتنطلبهم من هذا المنبر هذا، يدخلوا في المشكل ويراعيوا حتى هما هذا الظرف هذا اللي كتعيشوا المؤسسه، وكيعيشوا الاب، وكيعيشوا الوطن، وكيعيشوا العالم. راه ما كاينش، انا عندي قناعه بان راه جميع الاطر التربويه راه عارفه اشنو تدير، والجانب التربوي هو اللي تيغلفنا كاملين. ما نحاولوش نخرجوا على هذا الجانب التربوي، وما نخليوش الماده تاثر فينا كثرت ما اثرت فينا وخسرت العلاقات، ماشي علاقات مؤسسه باب، علاقات الجانب المادي خسر الناس. دونك خصنا نجتمعوا، نديروا يد في يد، كل طرف يعرف ما له وما عليه، نشدوا العصا من الوسط بواحد الشكل سلس، ونخرجوا من المشكل. وراه الا اجتمعنا راه غادي يكون خير. راه كيقولوا اجتماع السواعد يبني الوطن، واجتماع القلوب تخفف المحن. راه الا اجتمعنا بقلوب سليمه راه المحن غادي تخف، وحنا غادي نوجدوا حلول ان شاء الله تعالى. دونك هذه وجهه نظر، وتنتمنى كيف اليوم كنسمع بان كاين تشنج، وكاين واحد العلاقه ما بين المؤسسات والاباء، غدا ان شاء الله نحاول نسمعوا بان راه واحد مجموعه من المؤسسات اللي هي راه حلات المشاكل، وكان عندها واحد التبصر، وكانت عندها واحد الحكمه، والحمد لله راه كلشي غادي يفوت.